مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، نتواصل مع حضراتكم مع تواصل أشواط هذا المساء. أيها الإخوة الأفاضل، نبدأ ونتعرف مع هذا الشوط المخصص للجذاع القعدان ومن يحتل المركز الأول المقدمة والصدارة. هنا مع مبدع لهجن الشحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، يتابع مبدع على المركز الأول وعلى انطلاقة المركز الأول. نتابع وإياكم المركز الثاني، من يتقدم؟ من يتقدم على المركز الثاني؟ التقدم في هذه اللحظات من قبل الفارس لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني علي بن حمد بن جرحب المري، ولكن دخول وتسلل من الجانب الأيمن في هذه اللحظات. من يتسلل في هذه اللحظة؟ يتسلل هنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام ظبيان، تعود ملكية ظبيان لهجن الشحانية، تضميره مع محمد بن خالد العطية. هذه المراكز الثلاثة الأولى، نتابع وإياكم المركز الرابع. المركز الرابع، الدخول الملحوظ هنا من جياش، تعود ملكية لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني. نتابع المركز المركز الرابع، غير واحتل المركز الثالث. نتابع المركز الخامس، من يحتل المركز الخامس؟ يقير هنا ويتدخل شاهين، تعود ملكية لسعادة الشيخ خليفة بن علي بن سعود آل ثاني عبد الرحمن الكبيسي، يضمره ويتابعه في التضمير. هذه نتيجتنا في ندائنا الأول مشاهدينا ومتابعينا الكرام. ظبيان غير مجريات هذا الشوط. هذا هو ظبيان لهجن الشحانية، تضميره مع محمد بن خالد العطية. يا سلام، القيادة مع ظبيان، المقدمة مع ظبيان، والصدارة والانطلاق بينما يليه على المركز الثاني. من يتواجد؟ مبدع لهجن الشحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، يتابع في التضمير. نتابع المركز الثالث، يصل هنا شعار سعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني مع جياش، مع انطلاقة جياش وحسين بن محمد بن سفران. من يتابع جياش في الانطلاق وفي المسايرة وفي المتابعة، ولكن دخول على المركز الثالث من قبل شاهين لسعادة الشيخ خليفة بن علي آل ثاني وعبد الرحمن الكبيسي، يتابع مضمرا وقائدا. نتابع المركز الخامس، ومن يحتل المركز الخامس؟ يتواجد الفارس لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني وعلي بن حمد بن جرحب المري، يتابع في التضمير. هذا هو ندانا مشاهدينا ومتابعينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى، وندائنا الثاني أتممناه على حضراتكم وعلى مسامعكم. نعود وإياكم إلى ظبيان من يحتل الصدارة، ظبيان من يحتل المقدمة، ظبيان من يسيطر على قيادة هذا الشوط. هذا هو ظبيان لهجن الشحانية ومضمره محمد بن خالد العطية المشاقب هنا، من يقوده في التضمير. يا سلام، ولكن هنا على المركز الثاني القادم، كذلك على المركز الثاني مبعد نعم لهجن الشحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، يضمر مبعد على المركز الثاني. المركز الثالث، القدوم والوصول من جياش لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني، وتضمير جياش مع حسين بن محمد بن سفران المري. وعلى المركز الرابع القدوم والوصول هنا في هذه اللحظات، وصلوا هالطلايب الحنيش لهجن الشحانية، تضميره مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وعلى المركز الخامس، شوف الدخول، شوف التدخل مشاهدينا ومتابعينا الكرام، مناور لهجن الشحانية، تضمير مناور مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وعلى المركز الخامس، نعم مناور غير واحتل المركز الرابع. المركز الخامس، ناخذ المركز الخامس، من يتقدم هنا؟ الريان لهجن الشحانية، تضميره مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. نعود
نعود إلى مقدمة الشوط. ظبيان مع المركز الأول. ظبيان مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل يقترب من لائحة الألف ومئتين متر الأخيرة. هنا مع ظبيان ومع انطلاق ظبيان لهجن الشحانية بقيادة محمد بن خالد العية المشاقب المضمر العالمي. هنا مع صدارة الشوط. يلا يا أبو خالد، الله يعرف أين الناموس سيكون هذا الشاب. يا سلام الكيلو متر الأخير، الكيلو الأخير، وهنا ظبيان مع الصدارة. ظبيان مع الانطلاق الأول لهجن الشحانية بقيادة محمد بن خالد العطية. هناك يرقص وحيدا، هناك يتخوف من الجمهور، يتخوف من السيارات، من الكاميرات. يا سلام يباعد المسافة. هذا هو ظبيان. ظبيان، خلونا مع انطلاق الظبيان. هذا هو ظبيان مشاهدينا ومتابعينا الكرام، ما عليه أي خطورة. هنا يرقص وحيدا على المقدمة. ما شاء الله تبارك الله. يا السلام، أداء ذاتي مشاهدينا ومتابعينا الكرام. يا هذا الأداء تلقائي من ذاته إلى ذاته أيها الإخوة. يا سلام لهجن الشحانية ظبيان ومضمره محمد بن خالد العطية. يا السلام، شوف العرض. باي باي لكل المشاركين حقيقة. يا السلام، شوف الفارق الكبير مع ظبيان. الله، سلام هجن الشحانية، سلام بو خالد، سلام. هذا هو ظبيان مشاهدينا ومتابعينا الكرام، بدون أي ضغوطات يصل إلى خط النهاية معلنا هذا الناموس. تهانينا لهجن الشحانية على هذا الإبداع، لهذا القعود المنطلق في هذه اللحظة. تهانينا والناموس. كما نهني المضمر محمد بن خالد العطية المركز الثاني، الحنيش لهجن الشحانية المركز الثالث، يصل مناور لهجن الشحانية المركز الرابع، يصل الباز لهجن الشحانية المركز الخامس، وصل مبعد لهجن الشحانية. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نهني جميع الفائزين على هذا الناموس. أيها الإخوة الأفاضل، تهانينا والناموس لجميع الفائزين. نتابع وإياكم التوقيت الزمني وملخص هذا الشوط. حينما انفرد ظبيان وأعلن أنه صاحب ناموس هذا الشوط، وانفراد مميز للغاية. نتابع وإياكم التوقيت الزمني وملخص هذا الشوط. هذا هو ظبيان. نتابع وإياكم ظبيان يصل إلى خط النهاية بأريحية تامة وبدون أي ضغوطات. 7:49، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية الثانية موصولة للمشاغب محمد بن خالد العطية المركز الثاني. يصل على المركز الثاني الحنيش، يقطع المسافة في 7:53، 92 جزءا من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية الثانية موصولة لسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وعلى المركز الثالث وصل مناور، يقطع المسافة في 7:57، 79 جزءا من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية الثانية موصولة لسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. مرة أخرى تعود الكلمة إلى الزميل سعد بن مطلع العتيب.